مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين البلدين الشقيقين، تعلم مؤسسة تحكو محي الدين كافة المسافرين على فتح خطين يربطان كل من الجزائر العاصمة وعنابة بمدينة تونس يوميا، وذلك ابتداء من يوم السبت 6 أوت. من أجل الحجز أو معلومات أخرى يرجى التقرب من شركة سكغال على مستوى محطتي الجزائر العاصمة وعنابة. تسهيلات في انتظاركم عند عبوركم الحدود.